السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. في عادات موجودة في وسط المجتمع العربي، زي في حياة العشائر والقبائل وما أكثرها، ومعظم الوطن العربي قائم على عشائر وقبائل، بيبقى في عادات لا يجوز إن أنت تتجاوزها، أو عرف معين بنعمله كلنا. فالناس تقول لك يا ترى العرف ده موجود في روسيا؟ ممكن حاجة إيجابية، ممكن حاجة سلبية. يقول لك الحاجة الإيجابية دي يا ريت تبقى موجودة في روسيا. فأقول له مثلا في بعض القبائل التتار عندهم كده، بعض الناس في الشيشان زيكو. واحد يقول لي طب في عادة عندنا مش كويسة قوي، فهل القوقاز أو القوقاز عندهم نفس العادات؟ أقول له معلش، يعني العادات دي هتلاقيها للأسف عند بعض الناس. يقول لي دي عادات وحشة وإزاي، ده أنا هربان منها. أقول له مثلا في قوميات أخرى عندهاش العادات دي. طيب نخش في الفوكس أكتر. في واحد مثلا بيقول لي زمان أما كان يتقدم للزواج، قال إحنا عندنا في الديرة أو في المنطقة أو في الضيعة بنتجوزوا من بعض عشان تضمنهم، لان الزواج ده قرار حتمي وحاسم. حتمي يعني كده كده هتتجوز، وحاسم يعني مصيري، ما ينفعش ان احنا نختار غلط او نتلاعب فيه. فقال زي ما في الوطن العربي كله يقول لك مثلا فلان هيتجوز بنتي او بنتي هتتجوز مين؟ فلان. سألته عليه؟ ده السؤال الثالث او الرابع على طول لازم يتسأل. سألته عليه؟ برضو واحد جاي يتجوز مثلا عراقي، لبناني، سوري، مغربي، سعودي، جزائري، تونسي، ليبي، يقول لك ابني هيتجوز، اتجوز من انهي عيله؟ مش هيقول لك تتجوز مين لان عيب، يقول له هتجوز فلانه. يقول لك من انهي عيله؟ يقول له من القبيله عندنا، من عيله كذا. سالته عليها؟ حتى في المجتمع المتطور المتمدن، اللي هو بقى الست بتروح الجامعه والمدرسه وبتروح وبتشتغل، يقول لك اسأل عليها في الشغل، اسأله عليه في الشغل، العريس أو المتقدم للزواج. فالسؤال محرمش، والسؤال لغير الله مذلة. ففي ناس بتقعد تلف وتدور وتجيب معلومات، وأحيانا بتروح مشهورة قوي طبعا في الوطن العربي إنك بتسأل فرد أمن من قرايبك أو من معارفك، وحتى أحيانا ما تعرفوش، تروح تتعرف عليه بس عشان يعرف لك فلان متقدم لبنتي وبتاع. فالراجل أعمل لك الخير ده مثلا، ويقول له عشان الشاي بتاعك ومشوارك مثلا، ويدي له فلوس بسيطه كده. امين شرطه ولا حاجه، والله واحد شغال في الدرك ولا بتاع، يظبطك ويجيب لك معلومات عن العريس. والعريس بيبقى عارف انهم هيجوا يسالوا عليه، فيجي واحد يقول لك بنسال علشان في حد هيناسب من عيلتكم، يقول لك انا اللي هناسب البتاع. طيب يا فلان، جاره مثلا فتح محل جنبه، جاوب على سؤال الراجل الاستاذ المحترم، اقعد اشرب شاي. يقول له لا عادي وبتاع. فسؤال كده، ايه الاخبار الناس كده، عندهم محلات، ابوه كان شغال في المحل ده، يقعد يديله شويه داتا كده، وساكنين هنا وكانوا ساكنين زمان في البيت اللي في اول الشارع، لا ناس محترمه جدا، واخوه كبير عنده ارض وشغال في كذا، واخته شغاله في وزاره الزراعه، ومش عارف والده كان شغال كذا، حاجات كتيره يقعد ويقول يعني تاريخ العيله وانهم محترمين، يعني دلاله. غالبا الاجابات كلها بتكون ايجابيه، لكن احيانا بيبقى يقع في ايد حد ما يديهوش اجابات ايجابيه، يديله حاجات سلبيه. يقول لك ده شاب فاسد، العيله دي محترمين بس هو اللي مش عارف طالح، بيسكر، بيلفلف بالعربيه في نص الليل ويشقط بنات. في ناس بتحب تدي معلومات خاطئه، او احيانا ممكن تكون حقيقيه وحابب ان هو يضرب اسفين في الراجل اللي عايز يتجوز. طيب هل روسيا فيها الكلام ده؟ الحقيقه انها ما فيهاش قولا واحدا، ولكن فيها حاجات شبه كده. طيب في واحد يقول لي طب يعني في فرق بين زمان ودلوقتي، انت مالك ومال زمان؟ زمان كان في حاجات شبه كده، ولكن حاليا ما فيش، ما حدش هيسال عليك، انت بتيجي من الشارع اي واحد روسي بيتجوز اي واحده روسيه وخلصنا. طيب واحد يقول لي طب الحاجه الاهم بقى، هل هنا في جواز صالونات في روسيا؟ انا قلت لك في حلقات سابقه ما فيش قطعا، ولكن في حاجة شبهها برضو. واحد يقول لي طب ازاي؟ عارف في بلدك اما بتيجي تتجوز جواز صالونات زي ما بنسميه، اللي هو واحدة انت ما شفتهاش وما تعرفهاش قبل كده،
عرفت ان اهلها كويسين، في وسيط عمل ريكومنديشن على فلانه، روحوا اخطبوا بنتهم دي كويسه واحنا كلمناهم ومستنيينكم يوم الجمعه الساعه 7. فحضرتك بتجيب بقى ورد وتورته وهديه صغيره للام ولا حاجه ولا للاب، يعني بتخش ايه على قد فاكهه مثلا، شويه حاجات بتخش على الناس بيها، وتروح بقى ايه ان انت بتتقدم رسمي. لكن اعتقد ان ده غلط، بتتقدم لواحده ما شفتهاش، المفروض ان انت حق الرؤيه الشرعيه تبقى موجوده. بس المهم في ناس كتير بتعمل كده، ويروح يفاجئ ان العروسه مش عاجباه قوي، او العكس يعمل ده كله بتاعه وتبقى عاجباه، بس هو اللي مش عاجبها، فيعتذروا لهم ما فيش نصيب، معلش البنت ليها رأي تاني، خلصنا. ده اللي بيحصل دلوقتي صح؟ زمان ما كانش البنت تقدر تعترض قوي زمان، بس يعني الحمد لله ان البنت بتقدر تقول رأيها في زوج المستقبل، لان ده حماية ليها وللمجتمع من طلاق ومن مشاكل ممكن تحصل بعدين. طيب للأسف بقى الجزء المظلم، للأسف في بيبقى ناس بالذات في منطقة الخليج، بيبقى راجل محترم ومثقف وعلى خلق ومتدين، وتيجي واحدة أول ما بيتخرج كده ويتوظف ويبقى محترم وماله هدومه، تيجي واحدة قريبتهم وسيطة وتقول لأمه مرات أو زوجة أو عروسة ابنك عندي، الله يبشرك بالخير. مين دي؟ عيلة ونسب وجمال ودين وأخلاق. فدي تتجنن الأم، يا نهار أبيض ده ناخد ابني ونروح بكرة. فيروحوا يزوروا فلانة اللي هي شكرت فيها، فطبعا تخش عليهم بقى وخجلانة كده وبتاع، من العينين بس شكلها مش حلوة. فالابن يقول لهم يما يما وش هذا العفريت، فتقول له اسكت يا ابني عيب ما تفضحناش، إيه طيب طلباتكم ايه؟ احنا هنا بناخد 100,000 في البتاع و100,000 مش عارف ايه، ويسكنها في منطقة كذا علشان تبقى قريبة من الديرة والقرايب والمعارف. وده يقول لك يما مش عايزها، ما تحرجناش مع الناس. فيلاقي نفسه ايه في تسلسل كده بيتزحلق، فامه تقول له خليك مؤمن يا اخي، انا ربيتك على كده؟ ربيتك تقول بحبه وما بحبش، عاجبني ومش عاجبني، نعمة ربنا نقول لا نكفر؟ ويقولوا عليها متدينة، يقول لها يما طب نقعد معاها. تقعد معاها؟ انت عايز تفضحنا؟ عايز تقعد مع البنت؟ عايز تنفرد بالبنية؟ يما يعني حق الشرعي، حقك كسر حقك يا اخي. لا، فطبعا يلاقي نفسه مستدرج وبيتجوز واحدة شكلها وحش، وطلعت مش متدينة زي ما هو فاكر، ومش جميلة، وطلعت مش جامعية كمان. فاللي هو ايه ده كدبتوا عليا، عيني عينك الست اللي وسيطة. يقول لها طب يعني ما يقدرش يحرجها برضه، ما الناس عندها أدب وأخلاق وكده. فيقول لها طب يعني اللي قلت لنا عليها متدينة، لكن قصدك على أختها أو واحدة تانية أو بنت تاني، اختلط عليك الأمر في لبس في الموضوع؟ تقول له لا هي دي، أنت قلت إنها متعلمة. تقول أنا قلت إنها متعلمة؟ أه يمكن، أه بس اختلط عليا الأمر مع واحدة تانية، بس هي دي يعني اللي قصدي عليها. قلت جميلة وبيضة ودي ما المكياج يبيضها عادي يا بنت اللذين. فتلاقي الست متواطئة، وأحيانا تقول لك نسيت أنا كبيرة يا ابني سامحني، وبصراحة لو مش عاجباك ما كان ممكن تقول لأ، مش عاجباني إيه، اتجوزتها خلاص لبستها. والأم للأسف ساعدت في الموضوع ده، إنها لم تسمح للابن إن هو يقول رأيه، وما تحرجناش مع الناس وما تفضحناش. طيب الموضوع ده بيحصل في اوطان في اقطار عربيه كتير، وبيمشي حاله يقول لك مدام، واحيانا بتكون خلوقه ومتدينه بس مش جميله، ما حبهاش ما دخلتش قلبه، فيفضلوا عايشين مع بعض كده ايه الامر الواقع. هي طايره بيه من السعاده طبعا، لانه راجل خلوق ومحترم واموره جميل وماله هدومه وموظف محترم ومرتب كويس ودفع اللي مطلوب، بس هو ما خدش حاجه، هو فكره ان هو بيطبق سنه الله ورسوله، ان هو فعلا تزوج من غير ما يتعرف على واحده ويحبها ويعاشرها والعياذ بالله والحاجات الحرام دي والاختلاط والكلام ده. لا، هو اتجوز من الباب جواز صالونات، جواز شرعي من وجهه نظر. ولكن يا اخوه الجواز الشرعي بالشكل ده يبقى مش شرعي. تقول لي ازاي؟ مش لازم يشوفها وتشوفه، يسمعها وتسمعه، يكلمها وتكلمه في حضور محرم؟ حقه مره واثنين وثلاثه، اذا كانش اول مره عرف اللي هو عايز يعرفه وعرف نفسه بيها يبقى في مرة تانية، عايز مرة تالتة الماكسيمم، ما عرفتش بقى في أول مرتين، المرة التالتة.
لكن اكتر من كده بقى بنهزر، اقل من كده برضو بنهزر، بنضحك على بعض. خوافين، في ناس على فكرة اقول لهم مثلا طب تزوج خلاص، فبقول له طب ليه ما طلبتش ان انت تشوفها؟ قال لي خجلت. قال لي وانا معليش خبرة في الستات، يعني هقعد معاها هعمل ايه؟ هعرف منها ايه؟ هتخجل ومش هتعرف تجاوب. فهو حتى القعدة الرؤية الشرعية مش قادر عليها. فبقى انت مش قادر على الجواز يا ابني، فلما تخش على الزواج تخش على يعني زيجة مش كويسة. كذلك في بنات يقولوا لها عريس كويس ومش عارف ايه وجميل ومتدين، وتلاقي واحد كده شكله صعب، فتقول يما يعني الشاب مو حلو. مو حلو الراجل بيبقى حلو ومش حلو؟ تتجوزي واحد حلو ومش حلو؟ احنا لينا كلام في الكلام ده؟ اسمع الكلام، بص كلمة مش عايز اسمع، هتتجوزي الريال وخلاص. بتقول ابوي ابوي يعني شوف الشاب يعني ما ينطاق، يعني شكله خلقته جسمه. تقول لها مو ريال؟ ريال يا هيتقلك بالذهب ويرعيكي ويحبك وعيلته ما نقدرش نحرجها. يبقى يعني احنا عيلتنا اكبر من عيلتهم؟ لا كلمتي ما هتمشي، لو هتتجوزيه عند بقى. ف بنت تبقى محترمه وعقل وقوي جميله ومثقفه وتتجوز شاب ما تعرفش عنه حاجه وما ادوهاش، تقول له طب اقعد معاه اعرفه، ابقى اعرفيه بعد الزواج هتفرق ايه؟ يا جدعان حرام عليكم بناتكم، مفيش. يلا عايزين نجوزك ونشوف اخواتك كمان نجوزهم نخلص، ويرموها الرمية دي. تلاقي الراجل يا عيني بقى خمورجي، بيسافر بقى ويروح بقى دول أوروبية بقى ويقابل نسوان ويعمل كده، وتشم ريحته بقى وريحة هدومه، تقول له يا رجل اتق الله، يعني أنا بنت ناس، يعني ليه تعمل فيا كده؟ يقول لها أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، أنا ريال، وأنا قصرت معاكي في الفلوس مش بدفع. تقول له يعني وأنا خدامة بترميني أجر البتاع؟ إيه يا عم المعاملة الزفت دي؟ تقول لها لو مش عاجبك وبتاع ده اتنازلي واطلقك. نزل عن ايه وانا خدت حاجه؟ فحياه، ويبقى الطلاق الحتمي ما كانش اليوم يبقى النهارده. يعني في ناس بقول لهم ايه انتوا عايشين في طلاق مقنع، يقول لي يعني ايه؟ بقول لهم انتوا اتطلقتوا من زمان بس عايشين مع بعض كده بقوه الدفع عشان العيال، او عشان ما خايف ان انت تخش في علاقه مع واحده جديده وتتجوز واحده جديده، فكفايه اللي عندي يكفي. وهي نفس الكلام تقول لك لا لسه هيبقى اسمه المطلقه واتجوز واحد بقى ممكن ما يبقى اسوأ من اللي معايا. فهم تقريبا منفصلين ومطلقين بس عايشين مع بعض كده بقوة الدفع، اصل هو غيره ممكن يبقى اسوأ منه، وهي خايفة من فتح باب الطلاق، وهو برضو خايف يفتح باب الطلاق، والطلاق ده اول مرة يتقال في عيلتنا فما اقدرش اقوله، فمكملين بقوة الدفع، اصل هم طلاق مقنع. فده في بلادنا للاسف موجود امثلة من دي. ان على النقيض ناس بتعرف بعض كويس قوي وبيمسك ايده ويبصها ويقابلها في الجامعه ويتشقلبوا مع بعض ويروحوا رحلات وبتاع، كل المعاصي تقريبا بيعملوها ما عدا معصيتين ثلاثه بيسيبوها للاخر. يجوا بعد ما يتجوزوا شهر بالظبط ويبتدي بقى مش طايقاه مش طايقها، وبيمشوا برضه بقوه الدفع، يا اما بيتطلقوا. ليه؟ لان لو واحده مشهوره وعندها مارست حاجات كتيره مع خطيبها قبل ما تتجوزوا، ساعتها المعروض قدامها كتير والدبان كتير بيجري على الحاجة الملزقة الجيفة. وهو نفس الكلام لف ودار ومش عارف ايه وجوز، زهق منها بعد شهر. ليه؟ لان عملوا كل حاجة قبل الجواز، بعد الجواز انا ما خدش حاجة جديدة، فحس ان هو مخموم مضحوك عليه، وهي برضو انا اتضحك عليا، ده غلبان، ده ما طلعش زي ما انا فاكرة، مش ابو الرجال. ما انت فاكرة ايه؟ وفاكرة اي واحدة تتجوزيها يبقى ايه؟ تقول لك لا وبتاع، ويبقى الشيطان لاعب في دماغها عايزه تجرب واحد تاني. ليه؟ لان اللي معاها دلوقتي بعد الجواز انا ما خدتش زيادات، ما حسيتش بفرق ان الجواز واو، لا لانها عملت كل حاجه للاسف، والحب والعشق والتقطيع وبتاع كان كله قبل الجواز. ما انت فاكر هتاخد ايه؟ هتاخد ايه الزياده؟ ما انت خدت كل حاجه تقريبا، انت خدتي كل حاجه تقريبا، وتقول لك هو اللي ضغط عليا، هو اللي خلاني اعمل الحاجات الحرام، وانت ليه تديله فرصه انه يعمل الحاجات الحرام؟ وهو برضو يقول نفس الكلام، هي اللي كانت بتمسك ايدي، هي اللي كانت بتقول لي تعالى نقعد في حته هاديه، هي اللي كانت بتقول لي تعالى نروح رحله فلان ومش عارف ايه ونقعد لوحدنا على البحر وتقعد تحضني. اقول له يا عم ده انت الراجل، هي اللي تحضني. يقول لي اه يا عم انت مش عارف البنات بتاع اليومين دول بيعملوا ايه، وهي اللي بستني اول مره ويقعد يحكي لك ان هي المجرمه بقى اللي اغتصبته واتحرشت بيه. ف
لا ده صح ولا ده صح، ده يؤدي للطلاق وده يؤدي للطلاق. فنيجي بقى على روسيا المسطرة بقى، هل في الكلام ده؟ أحيانا فيه، بس برضه لازم يخش فيها واحد عربي مضلل، مضل، واحد مثلا متجوز واحدة روسية، فيجي واحد صاحبه ولا أخوه حتى يقول له ما تشوف لي حد تبع مراتك ولا بتاع. فتخيل في مثال أعرفه، مثال قاسي ممكن يكون بيشوف الحلقة دي، واحد متجوز روسية وأخوه الصغير قال له أنا عايز أتجوز واحدة زي مراتك وبتاع، شايف يعني أخوه سعيد وعايش في روسيا وبتاع، فقال له آه في واحدة أخت مراتي الكبيرة. قال له بس هو كبير؟ قال له لا لا حلو حلو كويس. ورى له صورتها، هي مش جميلة قوي، المهم اتجوزها. وأخوه الصغير فرحان جدا، بس طبعا بعدين عرف إن المقلب اللي هو خده إن أخوه جاب له البايرة اللي قاعدة اللي ما حدش عبرها، اللي هبلة وبتعمل علاقات كتيرة وسريعة وكل واحد يقلبها لأن ما بيطيقهاش. فطبعا دي قعدت في أرابيز أخوه، ما صعبش عليه أخوه، لا أختك عشان نمشي حالها وبتاع، وجوزها لأخوه. وطبعا لا البنت سعيدة ولا الشاب سعيد، وقطع علاقته بأخوه بسبب هذه الواقعة، بس ما طلقش اللي اتجوزها لأنه ملوش علاقات بالبنات، خايف إنه يتعرف على واحدة تانية، خايف ما يلاقيش واحدة تانية، ورضي بالزيجة بالمنظر ده. ف طبعا ما اكتشفش ان المشكله بتاعتها وتاريخها المهبب الا بعد فتره من جوازها، وما راح روسيا وعرف ولقى كل المنطقه متشهيصه عارفينها كلها، كلهم يقول لك دي فلان، ايه ده وانت اتجوزت فلانه؟ مش دي كانت متجوزه فلان؟ لا دي كانت مصاحباه. اه فعرف ان ليها تاريخ مهبب يعني. طيب ده مثال واحد برضو ايه، يعني حمات واحد متجوز واحده روسيه، امها عرفت واحد او يعني كلمت واحد صديق جوز بنتها وقالت له ممكن اجوزك، فصديقه يعني اللي هو متجوز روسيه قال له انا ماليش دعوه، حماتي قالت لك كده هي ما منك ليها. فقال له ممكن اجوزك في واحده عندنا في الريف حلوه جدا وكويسه ومش عارف ايه. فالمهم راح لقاها قال فلحه قوي، مش وحشه اه بس فلحه قوي ما اقدرش وبتاع. فبيقول اتجوزتها بس عشان ما احرجش صاحبي، فصاحبي بيقول له هتحرجني انا ماليش دعوه، مش عاجباك ما تقول مش عاجباك، اتجوزتها ليه وبعد كده تقول غصب عني اصل بجاملك؟ ففي قال يعني نص المواصفات اللي الست دي قالت له عليها قال نص المواصفات مش موجوده، فمعناها ان في روسيا برضه في ناس بتغبن الموضوع، بس تلف تلف وتلاقي الموضوع في واحد عربي في النص اللي هو الراجل ده، اللي هو يمكن قالت ايه ده عرب ما بياخدوش بالهم ما بيركزوش وبيتجوزوا اي حاجه، واحدة هبلة عبيطة عقلها خفيف دماغها لاسعة عطلانة ما بتتجوزش، شقرة بس قبيحة يعني ممكن شقرة بس مش جميلة يعني ما بتعجبش حد، فيها عيب العربي ما بياخدش باله مثلا، فاكرة ان احنا معوقين فيلا ماشي. والمصيبة ان العربي بيبقى شايف العيب ويقول لك برضه احسن من ما فيش. طب واحد يسألني هو في الروسيات في واحدة اسمها تتجوز واحد وتقول لك ظل راجل ولا ظل حيطة؟ للأسف في روسيات بتبقى جاية شرم الشيخ والغردقة مخصوص، يعني ده برضو سؤال كان واحد يقول لي ايه، يقول لي انا مش عايز اتجوز من شرم والغردقة لاني عريانين وبتاع، اما اروح روسيا تبقى المواشاة اوسع والتنقية اسهل والجواز اسهل. قلت له لا، الجواز من دبي الغردقة وشرم الشيخ من انطاليا والانيا ومرماريس وبودروم في تركيا اسهل منك تتجوز من روسيا نفسها. يقول لي ايه ازاي ده روسيا دي بلدهم؟ قلت له لا ايوه، ان هتعرف منين بنت ماشيه في الشارع كده في روسيا هتعرف منين انها عايزه تتجوز؟ لكن واحده سنجل وعايزه تتجوز وفشلت انها تتجوز في روسيا بتيجي المنتجعات السياحيه الروسيه، واحيانا بتيجي هي وصاحبتها وتيجي لوحدها لعل وعسى تقابل حد لانها سنجل. لكن لو معاها واحد طب ايه اللي يخليها تسافر لوحدها؟ لو متجوزه ومرتبطه ايه اللي يخليها تسافر لوحدها؟ ايه اللي يخليها تروح الاماكن دي؟ هي عارفه ان في اتراك كتير بيتجوزوا روسيات، والاوكرانيات نفس الكلام، والبيلاروسيات نفس الكلام، وشرم الشيخ والغردقه ودبي، فتقول لك يمكن الاقي واحد كويس، وتفتكر ان انت اللي منقيها هتلاقيها هي اللي منقياك. لذلك تجدن معظم الروسيات اللي متجوزين من شباب من المناطق اللي بقولت عليها دي غالبا بيكون مش ابيض اسمر وطويل في الاغلب، بينقوا لازم طويل، وتفتكر ان انت اللي منقي ولكن هي اللي غالبا اللي منقياك. ليه؟ لان في المكان الفندق اللي قاعدة فيه ما تروحش حته تانيه، ويمكن جت المكان ده دي تاني مره او تالت، او راحت مصر قبل كده وراحت الغردقه ما نفعش، وراحت تركيا وما نفعش، فراحت دبي ثالث خيار، يمكن الاقي نصيبي عندها 29 سنه 28 سنه 30 سنه، فلقيت اطول واحد واكثر ابتسامه حلوه واسنانه بيضه كده
في التيم او في الاستاف بتاع الفندق. هو ده نشنت عليه، كل الناس حاولوا معاها، كل زملائك في الفندق حاولوا معاها، انت بس اللي عجبتها وانت فاكر ان انت اقتنصتها من وسط كل الرؤساء، بس هي غالبا هي اللي اختارتك. وانا بجيب لك الزرعة من جدرها. الستات بعد كده بيعترفوا، تقول لك اه انا حاولت، انا كنت سنجل وعايز اتجوز، هموت واتجوز وهرموناتي بايظه، رحت كذا ما نفعش، رحت كذا ما لقيتش واحد مناسب، فرحت كذا لقيت واحد مناسب ولقيته هو جاي معايا وانا جاي معاه، فبتاع طيب نعمل علاقه، طيب نتجوز، نتجوز تيجي تعيش معايا في روسيا، اجي اعيش معاكي في روسيا. فبتقول يعني ايه نقيته طيب بس طويل، مهم قوي ان هو يكون طويل، لان معروف ان الروسيات معظمهم الجيل الجديد اللي هو في اخر 20 سنه او 15 سنه، معظم الروسيات مش طوال او قصيرين، الرجاله هم اللي طوال. فتقول لك لما هتجوز واحد مش روسي يبقى على الاقل يبقى طويل زي الروس، زي الشباب الروسي. ف وتكون ابتسامته حلوه، اسنانه بيضه، ما يكونش اسنانه خربانه. فعاده يعني بنقي واحد بالمواصفات دي، او واحد عضلات طول وعرض، بس المهم يكون ما يكونش قصير وتخين والحاجات دي، هم بيهربوا منها. المهم فده الستايل بتاع شرم الشيخ والغردقه. فبقول له ده المثال الاسهل في الجواز، لكن مش بقول لك تروح تتجوز من هناك، لان دي مش الخيار الافضل، الا الحظ يعني نسب كده اللي بتطلع بحاجات كويسه. فواحد يقول لي بس في ناس تتجوز من شرم الشيخ والغردقه ودبي ومن تركيا روسيات او اوكرانيات ومش كبيره في السن زي ما حضرتك بتقول. صحيح، اللي لسه بروك اب، لسه قطعه مع واحد او مفركشه مع واحد، بتبقى عندها طاقه عايزه حد يستبدلها بسرعه، عايزه تستبدله بواحد. لو ما نجحتش انها تلاقي حد قدامها، ساعات كتير من الروسيات والاوكرانيات تقول لك انا مش عايز اتجوز اوكراني، مش عايز اتجوز روسي، انا قفلت من الصنف ده. تاني واحد ولا تالت واحد اهو في سنه ويقلبني او يطلع خاين، انا هتجوز واحد بقى ايه ما دام خيانه بخيانه، والاتراك خونه بيخونوا مراتاتهم ولا الزوجه بتاعتهم، والعرب بيخونوا مراتاتهم، فما دام خيانه بخيانه وكل الرجاله زي بعض، يبقى اخد واحد بقى ايه شرقي من تركيا. وتروح تركيا ما تلاقيش نصيبها، تيجي مصر تقعد في ارابيزك. عندها 20 سنه 21 سنه بس عندها خبره رباعيه، ارتبطت باربعه قبل كده مثلا وبتاع ومنهاره، فلقت حضرتك وبرضه نقيتك بالمواصفات اللي قلتها دي، ما بتختلفش عن ام 30 سنه. انا مش بصدمك ولكن بقول لك الحقيقه هم بيفكروا ازاي، لان انا دايما حلقاتي بجيب لك الموضوع من اخره او من اوله، ازاي الواحده فكرت وازاي الواحده بعد الطلاق او بعد انفصال او بعد خناقه فكرت ازاي او انهت الموضوع ازاي، او بجيب لك المستقبل هيحصل فيه ايه لو اتجوزت بالطريقه الفلانيه او اتجوزت واحده بالشكل الفلاني. فبجي لك من الماضي ومن المستقبل وبخش لك في الحاضر علشان تبقى واعي، عشان تتجوز صح، علشان لو عندك حاجه غلط تصلحها دلوقتي، عشان لو اتجوزت غلط نحاول نصلح اللي موجود دلوقتي ونستفيد من احسن ما فيه. ما بقولكش ان الغلط ملوش اصلاح، لا، فيه الاخطاء كتيره وليها اصلاح او فيها ترتيبات تخليك تاخد اكبر استفاده، بحيث ان انت تتوقف نزيف الحرام والظلمات. يعني واحد يبقى ماشي عايش مع مراته في الحرام وبالغلط وبتاع، ويجي يشوف حلقه عندي يقول لي طب ايه الحل؟ ما فيش حل، ما احنا مرتبطين اهو، اطلقها بقى؟ احيانا الطلاق مش حل، معظم الاحيان الطلاق حل، ولكن في جزء من الحالات بيبقى في امل ان احنا نصلح، بالذات لو انت لسه متجوز جديد بقالك اقل من سنه. طيب الحلقه النهارده بقول لك ايه، مسطره كده بجيب لك طرق الزواج وعادات الناس اللي موجوده عندنا كعرب او المجتمع العربي والمجتمع الروسي، في تشابهات، في اختلافات. طب ايه المزايا؟ المزايا ان في روسيا اما واحده بتحب واحد او واحده شايفه واحد ينفع راجل ينفع زوج مظبوط، ما بتقولوش بقى ايه حجه اصل اهلي مش موافقين. ما فيش حاجه اسمها اهلي مش موافقين، هي اللي مش موافقه بس بتجيبها من ناحيه اهلها عشان ما تحرجكش كتير. ايوه من الروسيات جبانات ما تقدرش تقول لك بالمباشر انا مش عايزاك. في واحد مثلا قال لي ايه، قدمت لواحده بريدلاجيني عايز اتجوزها، قلت لها انا شاري خاتم وبتاع ده، قالت له إيه طب سيبني افكر، انت فاجئتني، انت كنت صديق كويس وبتاع، درسوا مع بعض في الجامعه وعارفها كويس وعارفها كويس، فبتقول له هسال كده اهلي بابا وماما وارجع لك. فقال لي هتسال اهلها؟ قلت له على فكره انت اترفضت خلاص. قال لي ايه اهلها يرفضوني؟ قلت له مش عشان اهلها، هي نفسها رفضاك، اللي تقول لك هسال اهلي اصلا دي حجه بيضحكوا بيها على السذج، كانوا بيعملوها زمان حجه في المدارس، العيال يقولوا كده ايه
اما مثلا يقول له سلفني اللعبه بتاعتك او سلفني المسطره بتاعتك ولا سلفني اي حاجه بتاعتك، يقول له اسال بابا ولا اسال ماما وارد عليك، معناه ان خلاص هو مش عايز يديها لك، ويرجع لك طبعا بعد يومين ثلاثه يقول لك لا لا بابا ولا ماما ما وافقوش، مش عايز يلعب معاك، وانت بتقول له عايز العب معاك، تقول له هسال ماما واجي لك، بعد يومين ثلاثه لا قال ما العبش معاك، بابا قال ما العبش معاك، هو مش عايز يلعب معاك هو فدي حيله الاطفال بتعملها البنت وهي كبيره، وللاسف بتخش على رجاله كبار شعرهم ابيض احيانا، واحده تقول له هسال بابا وماما وارجع لك، معناه انك اترفضت خلاص، مبروك مبروك عليك. ف اما واحده تقول لك كده معناه انك انت مش داخل دماغها يعني، لكن واحده تانية تقول لك هي اللي من نفسها تقول لك تعالى زور اهلي، مع ان انت ما عرضتلهاش عرض زواج، هي بقى اللي يعني الواحده الروسيه ما تحب تقدم لك عرض زواج غالبا بيجي كده، وبتبقى مقلقه تقول لك هو ينفع ولا لا، اما تشوفه كده هيتعامل ازاي مع اهلي، فهي واحده ممكن تحس انها بتحبك بتعشقك وتقول لك تعالى زور بيتنا عايز اعرفك على اهلي، فتروح تعرف على اهلها، وبعد القعده تلاقيها ايه قطمت منك. ليه؟ هل اهلها قالوا لها الراجل ده وحش ما ينفعش تتجوزيه ولا ما ينفعش ترتبطي بيه؟ لا، هي اللي قيمتك قدام اهلك. فتفتكر بقى بعد القعده دي اتكلمت معاك قالت لك حاجه؟ هي دي مفتاح المشكله، لو اتكلمت، لو اتكلمت هتقول لك هو انت ما اتكلمتش كتير مع اهلي ليه وقعدت ساكت مده طويله؟ فده اللي ما عجبهاش فيك، يبقى مش راجل ما يناسبنيش، انا عايز واحد كده شخصيه يركب على الجيم وبتاع، انا كنت فاكراك شجاع وبتاع، اتكسرت وقعت من نظرها، فهي دي الحته اللي خلاص خلتك مرفوض، طلبك مرفوض، وانا طلبت حاجه ده انت اللي جبتي لي ازور اهلك، خلاص غلطتي انا وما حصلش حاجه، فتلاقي ما بتكلمكش بعدها خالص تقريبا، او كلام بقى خفيف رسمي بقى عادي مع نفسك براحتك. فقلت لكم معلومات كتيره النهارده، يا رب تكون مفيده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم، امين.